10 متر. يعني دوره كانت مزيانه ورغم الظروف اللي كنعيشوها ديال الوباء ديال كورونا، ولكن الحمد لله الامور مرت في اجواء طيبه. اللي تحدثنا عليه وهو المسائل اللي كتهم الصناع التقليديين والحرفيين بصفه عامه، وانا عندي كلمه بصفه خاصه بالنسبه للخياطه والصناع التقليديين بالنسبه للخياطه، لان كيعرفوا واحد الاكراهات كتعيشها دابا مدينه قنيطره، اللي انا من مدينه قنيطره، وهو في غياب الاعراس والحفلات والمناسبات يعني الخياطه كيعانيوا هذه الايام معاناة اللي هي كبيرة. كنطلبوا من الجهات المسؤولة على هذا القطاع باش تنظر لهذ الشريحة ديال هذ الخياطة باش بعين الاعتبار، لأن عندهم ما يسمى بمسؤولية ديال الأولاد وديال الكرا وديال المحلات ديالهم وديال، يعني هذا هو اللي كنعيشوا دابا حاليا في مدينة قنيطرة بحكم الاجتماع ديالنا بعداد ديال الخياطة والخياطات، يعني كلهم عندهم نفس المعاناة. وكنعاودوا نجدوا الثقه ديالنا في غرفه الصناعه التقليديه وفي الوزاره الوصيه، وكنطلبوا منهم على اساس باش يعاودوا ينظروا لهذ الشريحه ديال الصناعه التقليديه الحرفيين، لان راهم مضرين ومضرين بزاف وعاد. شكرا.